حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. أعلنت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية عن أن أي تراكمات في نسبة العجز والمشاريع والسيولة النقدية قد أدت هذه التراكمات كلها إلى تأخير إرسال الموازنة من الحكومة إلى مجلس النواب. وأوضح نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني أن الموازنة ما تزال في أروقة الحكومة وأن جداولها تعد في وزارة المالية، وأشار إلى عدم التصويت عليها حتى الآن في مجلس الوزراء ثم إرسالها إلى مجلس النواب للدراسة والمصادقة عليها. قال وكيل وزارة المالية الأسبق فاضل نبي إن المحكمة الاتحادية أخذت قرارها فيما يخص رواتب موظفي كردستان العراق ويجب تنفيذه، وأشار إلى وجود وفنيا من أربيل في بغداد، وفد فني في بغداد لبحث حلول ترضي جميع الأطراف. وأضاف أن قرار صرف رواتب الموظفين سوى بالمحافظات العراقية الأخرى قاعدة يبنى عليها، ومن ثم على بغداد إرسال مبلغ 950 مليار دينار شهريا، وهذا التخصيص موجود في قانون الموازنة بالفعل. كشفت مصادر صحفية عن وثائق تؤكد حصول ائتلاف شركات فرسان الخير وإعلام العراق المملكتين لأحد أعضاء مجلس النواب على موافقة إنشاء مجمع سكني لموظفي مفوضية الانتخابات، مستثنى من شرط الإعلان والمنافسة رغم الدعوات لإبعاد الأحزاب عن الاستثمارات. وفي سياق متصل قال خبراء في الاقتصاد إن هناك عرفا يقول إن الأحزاب الجديدة لديها صلاحيات لتشكيل دوائر اقتصادية وأخذ مشاريع من الدولة لغرض التمويل، مضيفين أن هذا الموضوع تطور بشكل كبير جدا حتى وصل الحال إلى أن سيطرت هذه الدوائر التابعة للأحزاب على المؤسسات والدوائر الحكومية. أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية استئناف رحلاتها إلى أفغانستان بدءا من 21 من شهر أيار المقبل بعد توقفها في عام 2021. وذكرت الشركة أنها ستنظم أربع رحلات أسبوعيا بين إسطنبول وكابل ذهابا وإيابا أيام الثلاثاء والأربعاء والجمعة والأحد. وكانت الشركة كغيرها من شركات الطيران قد علقت رحلاتها إلى أفغانستان بسبب الاضطرابات السياسية التي تلت انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من البلاد عام 2021. وفي خبرنا الأخير، كشف صندوق النقد الدولي أن إيران تحتاج إلى أن يكون سعر برميل النفط في الأسواق العالمية أكثر من 121 دولاراً كي لا تقع في عجز في الميزانية. يتم تداول نفط برنت وهو أغلى من النفط الإيراني عند أقل من 90 دولاراً، حيث توقعت المنظمة الدولية أن يكون متوسط سعر خام برنت هذا العام أقل من 79 دولاراً. هذا ولم يأخذ الصندوق الدولي في الاعتبار خصومة إيران لشركات التكرير الصينية، مضيفا أن ارتفاع إنتاج إيران من النفط لن يتجاوز 100,000 برميل هذا العام. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.